السلام عليكم. اليوم نروح للسلسلة تاع المقارنات اللي كنا نديروها، وكذلك نقيم الوضعية تاع الجزائر في العالم في مسائل التنمية البشرية. واليوم ناخذ عامل مهم جدا، وهو العامل نتاع الأمل في الحياة. يعني أنه يعني في الحقيقة في كل دولة، إذا كنت تعيش في دولة ألف أو دولة باء أو دولة أخرى سين، فالعوامل نتاع الأمل في الحياة يختلف. و يعني هذا العامل هذا هو واش اللي أثر في العامل هذا، علاش يعني الأمل في الحياة يختلف من دولة إلى أخرى. هنا تدخل أمور نتاع يعني الرعاية الصحية. مثلا إذا كانت الرعاية الصحية متطورة، فالإنسان يقدر يعيش أكثر. هناك عامل آخر يدخل في نسبة الوفيات، هو عمل الجريمة. إذا كانت الدولة هذه عندها الجريمة منتشرة كثيرا كما نراها يعني في بعض الدول أمريكا اللاتينية، فهذا كذلك يؤثر على نسبة الوفيات، وبالتالي يقلل من الأمل في الحياة في هذه الحالة. وهذه المعلومات هذه تتمد على أساس إحصائيات، الستاتيستيك كمان دي إحصائيات، وكذلك على حسب يعني الواقع، يعني نسبة الوفيات شحال الناس راهي تموت، وعلاش، وعلى يعني العدد تاعهم في كل سنة. يعني كل هذه المعلومات تدخل في إحصائيات وتمد لنا ما يسمى بالأمل في الحياة، شحال الإنسان لا مويان. مش معناه أنه إذا كان الأمل في الحياة 89 سنة، مش معناه أنه راح يعيش 89 سنة. باش يعني نتكلموا على بعض الناس اللي عندهم تفسير ديني للأمر هذا، لأن الحياة والموت هي في يد الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نتكلموا على إحصائيات ستاتيستيك معتمدة على المعلومات اللي جرات في الماضي. يعني كل سنة نحسب عدد الوفيات، يعني بحسابات نقدر نعرف الأمل في الحياة هذا، واللي كما قلنا فيه عوامل أخرى كثيرة تدخل في تقييم هذا العامل، في يعني تأثر على نسبة الوفيات. هي مثلا إذا كان فيه رعاية صحية تكون الأمراض أقل انتشارا، إذا كانت فيه حروب راح تزيد، إذا هذيك الدولة راهي تعيش في حالة حرب أهلية ولا حرب مع دولة أخرى، فهذا يؤثر على نسبة الوفيات. إذا كان فيه أمراض منتشرة كما قلنا، إذا يعني في عوامل كثيرة تدخل في هذا الإطار. وكذلك العامل المهم جدا، وهو أنه إذا كانت الدولة هذيك فيها نسبة الوفيات يعني قليلة، فمعناه عامل مهم هو عامل رعاية صحية. ورعاية صحية تعني أمور كثيرة، توفير المستشفيات، توفير الأطباء، توفير الأدوية، يعني توفير السياسة نتاع الدولة. السياسة نتاع الدولة تكون عندها يعني سياسة حكيمة وسياسة راشدة في ميزان الحماية تاع الطفل، والحماية تاع الأمومة، والحماية تاع كل هذه الأمور تدخل في الحساب نتاع المعامل هذا لما يسمى بالأمل في الحياة. إذا ندخل للتقييم هذا في هذا الجدول، هنا عندنا الجدول تاع ليسبيرونس دو في ا لا نيسونس. الإنسان عندما يزيد في دولة، ما هو عدد يعني السنوات اللي يأمل يعيش فيهم في هذاك الدولة، كما قلنا على حسب الرعاية الصحية وأمور أخرى. إذا نشاهد هنا في هذا الترتيب أنه الدول اللي يعني اللي فيها عندها أكبر يعني أمل في الحياة هي الدول المتقدمة، مثل موناكو في المرتبة الأولى ب 89 سنة. يعني الإنسان تزيد في موناكو وعندك أمل في الحياة 89 سنة، في اليابان هي 86 سنة. إذا هذه هي الترتيب نتاع الدول المتقدمة، وكذلك تكون فيها دول ما عندهاش عدد سكان كبير، إذا الرعاية الصحية تكون مليحة. إذا نزيد نروح نحوس نشوف على الترتيب تاع الجزائر في هذه القائمة. نلقوا أنه الجزائر في المرتبة 76 عالميا، بنسبة نتاع الأمل في الحياة هو 77 سنة فاصل 5.
وكذلك نلاحظ بلي هذا الترتيب هو يعطينا بأن الجزائر هي في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى إفريقيا، يعني هذا في الإطار الجغرافي نتاع الجزائر. إذا الجزائر تعتبر في المرتبة الأولى، ثم تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا، نزيد نشوف هي ليبيا. ليبيا في المرتبة الثانية، في المرتبة 90 بنسبة نتاع الأمل في الحياة هي 76 سنة. وهنا هي في الحقيقة نسبة يعني الأمل في الحياة بالنسبة للرجل والمرأة يختلف، لأن الرجل مثل عند فيها ظاهرة التدخين لا تؤثر على ظاهرة على ظاهرة التدخين على المرأة، لكن احنا هنايا نديروا متوسط الأمل في الحياة يعني بين المرأة والرجل. هناك فيه إحصائيات أخرى تمدلك الإحصائيات للرجل والإحصائيات للمرأة لكل دولة، لكن في الترتيب هذا عندنا الإحصائيات فيه متوسط ما بين الرجل والمرأة. إذن هذا هو 76 سنة بالنسبة لليبيا في المرتبة الثانية، ثم تأتي تونس ب 76.31% في السنة، 76 سنة يعني بالسنة مش بالمئة. إذا هذا هو ترتيب تونس في المرتبة الثالثة. ونروح نحوس على الترتيب نتاع الجارة مملكة المغرب الأقصى. إذا الجارة راهي مع الدول ضعيفة والدول الفقيرة والدول المتخلفة هنا في المرتبة 146 هنا بعد مصر في 139، ثم تأتي مملكة موروكو. إذن تأتي في المرتبة 146 ب 73 سنة نسبة يعني الأمل في الحياة. معناه أنه لازلت في الجزائر عندك نسبة نتاع حياة حتى 76.5 تقريبا 77 سنة، ولازلت في المروك عندك نسبة الأمل في الحياة تعيش 73 سنة. إذا هذا الناتج إلى يعني بسبب الفرق في الحماية والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية، لأن الحروب ما كانش في المروك والحروب، وما كانش في الجزائر. إذا العامل اللي يفصل ما بينتهم هذه الزوج دول هو عامل الرعاية الصحية، توفير الأدوية وتوفير الأطباء وتوفير المستشفيات وتوفير الأسرة، وكذلك السياسة بتاع الدولة في هذا المجال. إذا هذا هو إذا ترتيب لكل دولة في مجال الأمل في الحياة. هنا لاسبيرونس دو في على نيسونس والتقييم ديالو بالسنوات بالسنوات. اذا هذا هو. هنا نشوف اذا اعطينا اكثر يعني تفاصيل، نشوف بانه فيما يخص الجزائر كما قلت من قبل انه نسبة الوفيات بنسبة الامل في الحياة بالنسبة للرجل هي 75.8، ونسبة والأمل في الحياة بالنسبة للمرأة هو 78% وأكبر من المرأة. هنايا بالنسبة للجزائر نشوف هنا التفاصيل تاع الإحصائيات بالنسبة للجزائر. إذا هذه هي هنا مثلا نشوف أنه نسب على نسب الأمل في الحياة في العالم، وهنا نشوف على حسب الألوان الجزائر فاللون تاعها يعني متوسط ما بين 75 و 80%. وفي هنا عندنا الموروك هو لون باهت، يعني عندها نفس اللون كما الدول المتخلفة. شوفوا أن النتج في الجزائر نسبة الأمل في الحياة هو 78 سنة، وهنا في الجارة الغربية هو 73 سنة، يعني فرق 5 سنوات بين البلدين. هذا دليل على ما يقوله العياشة اللي يهبلونا في القناة ويخرطوا علينا أنهم دولة متطورة. أنا نشوف 73 سنة، وهذا عامل مهم جدا
مهم اكثر من الاقتصاد واكثر من الزراعه واكثر، لان هذه عمل الصحه، وعمل الصحه هذا عمل الامل في الحياه، هو يشمل كل المعايير نتاع التنميه نتاع التطوير نتاع الانسان، نتاع الانسان في اي مجتمع. اذا هذا العامل تاع الامل في الحياه هو عامل مهم جدا اكثر من اي عامل يعني اقتصادي او اي سياسي او اي عامل. هنا هذا الامل في الحياه هو شيء يعني بريبونديرون، سي امبورطون امبورطون. وملاحظه بين قوسين، لاحظ انه بين الصحراء الغربيه والمروك كاين حدود واضحه هنا لا غبار عليها. أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.